السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الناس والوطن العربي والناس اللي بتتفرج علينا. طبعا هتسامحونا وتعذرونا على الوشوش اللي انتم شايفينها. احنا لسه صاحيين من النوم حالا على خبر بمليون جنيه يعني، فلازم كنا نطلع لايف ولازم نبقى اول ناس نتكلم عن الموضوع ده، ولازم كنا نعرف ابعاد اللي حصل ايه بالظبط، نعرف تفاصيل اللي حصل ايه. فطبعا عارف القصص كلها بس مش اهل ان نتكلم عنها. اهل اللي يتكلموا عنها هنطلعهم معانا لايف دلوقتي حالا. وطبعا احنا متوقعين ان مش هيبقى في حد بيتفرج علينا دلوقتي في الوقت ده، لان الناس طبعا احنا لا منوهين ولا قايلين اي حاجه على دخولنا في اللايف دلوقتي، بس ما شاء الله يعني في ثانيه وصلنا لل 100 اهو بالمشاهده. سريعا 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 كابتن. طيب يا ريت انتوا عارفين نفسكم بالاسم، يا ريت تبعتوا لنا بس ريكوستات عشان تطلعوا. السلام عليكم يا رجاله. صباح عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا قاعد جنب قائد المعركه اللي نسق ورتب كل حاجه، عمواني محمد رمضان. صباح الفل، صباح الفل على كل الناس الطيبين. صباح الفل. احنا قد ايه فخورين بحضرتك وقد ايه سعداء بحضرتك. قول لنا بقى التفصيله الاخيره اللي الناس عايز تسمعها، وبعد كده هنبتدي نسمع القصص من الناس، بس عايزين نعرف الحكم الصادر الفحو بتاعه ايه، وفي نفس الوقت وجوب تنفيذه، وكمان هل يحق الطعن عليه او استبدال القرار ده بحاجه تانية ولا لا؟ طيب، اولا احنا نظرنا النهارده الشق المستعجل من الدعوه واللي صدر فيها القرار بإلغاء القرار الصادر من اتحاد كمال الأجسام بقبول أوراق ترشيح عادل فهيم، وبالتالي لم يتم إدراج اسمه ضمن المرشحين. والدعوة الأصلية كمان هتحل المحكمة المختصة لنظر بقى الطعن الإجمالي، لكن النهاردة احنا بنقول صدر الحكم بهذا الشكل بإلغاء القرار، لا يجوز الطعن عليه لأن المحكمة استحدثت أمر جديد اللي هو بتحصن حكمها بعدم عمل إشكال سواء منا أو من الطرف الآخر حتى لا يعطل عملية التنفيذ. وإذا ما أقام هو استئناف بيتم الرد عليه مباشرة، لأن القرارات الصادرة من الهيئة بتحوز حجية الأمر المقضي، فده أمر منتهي بالنسبة للقرار اللي صدر اليوم، واجب النفاذ خلاص، وهيتم إعلان اللجنة الأولمبية وهيتم إعلان رئيس مجلس إدارة الاتحاد سواء بقى هو أو مديره التنفيذي، وكمان هنخاطب وزير الرياضة دي علشان هو المهيمن على هذه المنظومة في الفترة الزمنية اللي هو الكام يوم على خضوع الانتخابات. الفترة الزمنية دي مين رئيس الاتحاد المصري؟ هيقوم بعملية إتمام أي إجراء يخص الاتحاد هو المدير التنفيذي، ده طبقا للائحه الاسترشاديه اللي هو هيبقى بينوب عنه الباشمهندس سامي بشير. هو اعتقد ذلك يعني. بالظبط بالظبط كده. يعني حضرتك بتقول لي ان الحكم ده نهائي بات، مفيش اي رجوع فيه، مفيش اي تغيرات، يعني مش هنشوف الدكتور عادل يقدر يقدم ورق الترشح للانتخابات الرئاسيه بتاعت مجلس بتاع كمال اتحاد كمال الاجسام. لا، المهندس عادل مش الدكتور عادل. على فكره انا قدمت ورق بيفيد من كلية الهندسة ومن النقابة ومن جامعة حلوان اللي هو بيقول متخرج منها، لم يحصل على درجة الماجستير ولا الدكتوراه. وده طبعا هو حاصل مهندس ميكانيكي، حاصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية. دي كانت دكتوراه فخرية ممنحة يعني حتى لبعض الناس الموظفين اللي كانوا جوه الاتحاد المصري. والله انا الكلام ده اتكلمته النهارده قدام المحكمه وقلت له حتى الدكتوراه اللي هو واخدها هل هي شبيهه بالدكتوراه اللي خدها محمد رمضان وحمو بيكا امام هيئه المحكمه؟ ده بنفس اللفظ كده، ما ردش عنها في اي شيء. فلذلك انا لا اعتد بكلمه الماجستير او الدكتوراه اللي هو خاصه بيه، ومش مظبوطه في بطاقته. والمحكمه النهارده لما سالته انت بتشتغل ايه؟ قال لهم مهندس اعمال حره، قال لهم كان عندي شركه وقفلتها. قولا فصلا. الكلام ده يعني حاضر الجلسات، يعني الدكتور اتشالت، رئيس اتحاد اتشالت،
حضرتك كنت تقدر تشيل ايه تاني وما شلتوش؟ يعني كنت رايح فين تاني؟ انا عايز اعرف انت كنت رايح فين الكرسي اللي تاني؟ بنلعب علشان ننظفه ونظبطه لاحمد عصمت. يا لازم مسهل الكرسي الحال ان شاء الله، يا مسهل الحال. اهم شيء بس ان ربنا يكلل لنا تعبنا ونجاحنا ده بالخير باذن واحد احد، يعم على المصريين كلهم، وباذن واحد احد نشوف كمال اجسام ونشوف حضرتك في مكانه تانيه. وقد ايه بنشكرك على اللي انت عملته معانا، قد ايه محامي مخضرم. انا بقول الكلام ده لسبب ان معلش، انا لغايه دلوقتي لسه في بقي شويه الكلمه دكتور عادل فهيم، او المتعارف عليه للناس اللي هو دكتور عادل فهيم. كان رجل ذو يعني اوراق رسميه طول الوقت، ومحدش كان بيعرف ياخد معاه اي اجراءات قانونيه، لان هو زي ما كان بيقال بالبلدي كده يعني مستف ورقه صح. فبصراحه ان حضرتك تعمل الانجاز ده، نرفع لك القبعه ومنحني لك، الله يعينك. وبنقول لك قد ايه انت كنت مذاكر وشاطر جدا ومتمكن من ادواتك ان انت تعرف توصل لكل حاجه زي كده. ومعلش احنا اولادك الصغيرين، الحمد لله يا لو باشا، الكلام الحمد بيخوننا لله بس رب هي من العالمين. فرحتنا مش اكتر يعني. الله يعزك، كلكم اخواتي يعني وحبايبي، والكابتن احمد عصمت ووالده رحمه الله عليه، ابونا واستاذنا في اللعبه وحبيبي، ويعني ابويا زي ما هو ابوه بالظبط يعني. فاحمد دي غلاوه عندي. اتفضل. انا هخش في التفاصيل مع الكباتن المحترمين اللي مع حضرتك ومع كابتن محمد كمال، بس في سؤال اخير لحضرتك. ايه اكتر يعني مستند استندت عليه، او حضرتك تقدر تعلن لينا دلوقتي ولا لسه ما يعني ما عندناش الحق ان احنا نعلن عن اي اوراق رسميه انت تقدمت بيها؟ يعني ايه اكتر مستند انت استندت عليه والمحكمه خلاص بصت للقضيه بشكل تاني؟ يعني ايه اكتر ورقه اثرت مع المحكمه؟ هو النهارده كان جاي معتمد تماما على حكم الكاس، وحكم الكاس ده بينتابه كثير من البطلان، والكلام ده اثبتناه للمحكمه واثبتناه في محضر الجلسه، والمحكمه اقتنعت بيه جدا لان في اخطاء فادحه وفي تزوير باين. ده كل اللي اقدر اقوله لك عشان ما نفصحش اكتر من كده. كذلك كان في توصيه كانت من الوزاره بوقف نشاط المجلس من 20/10/2019 لم يتم تنفيذها، وإحالة المجلس للنيابة العامة بتهمة الاختلاس للأموال وقدرها مليون إلا ربع. بس ده مش هنقدر بقى ندي تفاصيل أكتر من كده، لأن في مستندات كتيرة لسه في الدعوة هتتقدم بقى في الدعوة الأصلية كمان. طب لأن معلش، إحنا انا لسه اسف ما خلصناش لحضرتك، كل حاجة. انا اسف بس انا طولت على حضرتك، انا اسف جدا لا يا والله. بس باشا، سامحني، الأمر السؤال الاقوى والاخير بالنسبه لحضرتك، يعني هل الدكتور عادل فهيم هيتجرد من منصب من مناصبه اللي هو فيها الاخرى، زي منصب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس النائب الاتحاد الدولي، هل هيتنصب من هيتشال من الاماكن دي، ولا هو لسه في الاماكن دي قائما؟ هنبدأ الأول بالاتحاد المصري، فبمجرد زوال الصفة عنه خلاص هتظل الصفة الخاصة بيه عربيا وإفريقيا ودوليا مقامة إلى حين عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بالنسبة للاتحاد العربي والأفريقي لسحب الثقة منه بمجموع معين وتبع اللوائح الإرشادية بتاعته. وبالتالي هل الجمعية العمومية تقدر تخليه في منصبه، ولا هو خلاص لازم ينشال؟ الجمعية العمومية الخاصة بإيه؟ بالعربي أو الأفريقي يقدروا؟ إن اتفقت الاتحادات العربية المنوط بيها في الاتحاد العربي واجتمعوا على ثلثين الأعضاء على إقالته، الموضوع انتهى. طيب لو ما اجتمعوش وكانوا موافقين ان السيد عادل فهيم يفضل موجود، هل يحق ليه انه يفضل موجود؟ لا، ممكن بقى الطعن عليه أمام المحكمة الدولية وإقالته من مكانه، لأنه ده لم تمام جدا. يكن داخل الاتحاد المصري على حسن السيرة والسمعة والسلوك كونه بيقوم بعمليات تزوير في أوراق رسمية وبيستخدمها ويعلم بتزويرها، فهو غير أمين على الاتحاد المصري، وبالتالي هيكون غير أمين على الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي. وأكبر دليل هديهولك النهاردة إن هو جايب مستندات من اتحاد زي اتحاد الجودو مزور ردنا عليه على اجتماع جمعية عمومية سابق صادر ضده بشطبه من الاتحاد. كذلك جايب إفادة من الاتحاد العربي بتكريم من بعض الشخصيات العربية دفعنا فيه بالجهالة،
ونفس الامر بشهاده وافاده من الاتحاد الافريقي دفعنا فيه بجهاله، لانها اوراق بالنسبه لنا مجهله، ما نعرفش ايه مصدرها، مستند مختوم بختم بيقال عليه الاتحاد العربي، اعرف صحته منين، انا لا اتهرى صحته، وبالتالي يعتد بيه، ولذلك المحكمه نحته جانبا. انا بشكرك شكرا جزيلا. انت محتاج تروح تنام، انا عارف ان انت طبعا ما نمتش، وده برضو من ضمن الحاجات اللي كانت غريبه بالنسبه لي، ان انا كنت متابع مع محمد كمال كل شويه بكلمه على التليفون اقول له ايه الاخبار، يقول لي لسه لسه لسه، لدرجه لغايه الساعه 12 بالليل هو ما كانش لسه في صدر حكم يعني. فدي كان امر برضو من ضمن الامور. القضيه نفسها دي كانت الايه؟ القضيه نفسها الساعه 12. ايوه بالظبط بالظبط. طب استاذي الفاضل معلش فعلا والله السؤال الاخير، انا اسف انا اسف سامحني بالله عليك. لا لا امورك كتير. ليه القاضي ما يعني اصر على حضور الدكتور عادل فهيم الى الجلسه؟ ليه اصر واخر المواعيد بتاعه الرول بتاعكم لغايه اخر رول عشان خاطر ان هو يحضر بشخصه؟ كان ايه الفكره في كده؟ اولا هي لعبه قانونيه مش عايز اسميها غير ان هي ملتويه. الاولى منها انه بعت التوكيل مع المحامي بشخصه، وانا مختصمه بشخصه وصفته، وبالتالي المفروض يكون التوكيل محتوي على الصفة، والصفة دي تأتي منين؟ من تعيينه بمجلس إدارة الاتحاد، سواء بقى بحكم سواء بجمعية عمومية خاصة باللجنة الأولمبية، وده ما حصلش. جه النهاردة وهو ناوي الوصول إلى تأجيل الدعوة حتى لا يصدر الحكم، وخاصة أنه عارف أن الأوراق بتاعة الدعوة قوية، فبعت المحامي غير مقيد أمام محكمة استئنافية، فهو محامي ابتدائي. ثانيا التوكيل لا يبيح لي الحضور امام مركز التسويه، وهم هناك منزلين منشور بيقول لك لابد ان التوكيل يحتوي على الاحقيه في الحضور امام مركز التسويه، وعدم وجود هذه الاضافه لا يبيح لي الحضور. فعنده مانعين قانونيين، كون ان هو مقيد ابتدائي، وكون ان التوكيل لا يبيح لي الحضور. ثالث حاجه هو متهم مع عادل فهيم في قضية التزوير الخاصة بالشهادات، وهو المتهم الثاني في القضية أمام نيابة الأموال العامة. المحامي ده المحامي نفسه. أيوه. طب أنا محتاج أقدمت ما يفيد الكلام ده. يعني أنا محتاج أقفل مع حضرتك لأن أنت ممكن تحبسني في ثانية، ده أنت جامد قوي. ده أنت جامد قوي. ما شاء الله عليك جامد جدا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، ونقدر بقى نتكلم مع كابتن محمد كمال وكابتن محمد سامي، واكيد هنطلع. انا ما نمتش بقى 24 ساعه والله. يلا يلا يا كيمو كيمو. مع الف مليون سلامه. بنشكرك على اللي انت عملته معانا كابتن سامي. معلش عشان كيمو عمال بينزل وقال لي مش قادر اطلع لايف، قلت له ماليش دعوه هنطلع لايف دلوقتي حالا. معلش يا كابتن سامي، معلش يا كابتن سامي. كيمو. ايوه خال. انت طلعت معايا في اللايف، طلعت معايا في اللايف اول امبارح. بحبك بس. انا عارف. بس انت طلعت معايا في اللايف اول امبارح وقلت لي ان انت، وقلت للناس ان انت هتبقى موجود من 9:30 صباحا في اللجنه الاولمبيه جوه الاستاد. ايوه. وانتوا مشيتوا الساعه تقريبا 9 صباحا ثاني يوم. 24. ممكن تقول لي الواقع ده عليك ايه، وكانت الامور ماشيه ازاي؟ من انا عارف انت مش جوه المحكمه، بس انت بقى قاعد بره وعارف الكواليس كلها، الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ كلنا، مش انا بس، انا واستاذ محمد رمضان المحامي واحمد عصمت ومحمد. انا عارف انا بس انا عايز اسمع رايك انت الشخصي. انا عارف، انا عايز اسمع انت رايك انت الشخصي. احنا القعده كانت يعني، هو اصلا ما فيش غير كراسي خشب صغيره كده، فقعدنا اتبهدلنا بصراحه يعني. كل شويه نخرج نروح نجيب اكل شويه ونرجع، اسماعيل بندو جاب لنا اكل، عمرو القصيري اتعطف علينا وجاب لنا اكل. والله العظيم اتبهدلنا يعني، 24 ساعه حرفيا قاعدين على كرسي، ونقوم نتمشى شويه ونرجع تاني، نقوم نتمشى شويه ونرجع تاني. هو ده اللي كان بيحصل، وكل شويه ايه على شعره مستنيين نسمع اي كلمه من جوه وبتاع، وكلنا اعصابنا تعبت يعني. طيب واقع ده عليك انت بقى والخبر ده يا كيمو، حاسس بايه؟ فرحه ما بعدها فرحه. اخيرا يعني خدنا حق اللعيبه، مش هقول اكتر من كده يعني. انا من اكتر الناس اللي اللعيبه بتاعتي اتشلوحت، اتشلوحني شلوحه سوداء.
يعني بمعنى ايش الوحك؟ يعني الكلمه معناها ايه؟ ثقافات بقى كل شويه راضي فيهم ومشاكل ووجع الوجع دماغنا يعني. انت عارف انت حاضر كل حاجه. هل يحق ليك يا كيمو ان انت تثبت الحقبه الزمنيه اللي انت كنت بتشتغل فيها في الاتحاد المصري وتتقدم ببلاغ او ترفع قضيه عن عدم تقاضي اجل؟ دلوقتي انا لما كنت مدرب منتخب انا كنت ماضي عقد، كل الناس اللي جت بعد كده اللي خدت الكارنيه ده ما مضيتش عقود، فانا وكابتن انور سيف كنا ماضيين عقد ان احنا مدربين منتخب، احنا الاثنين قبضنا 4 شهور بالظبط. اللي احنا استنتجناه من المواضيع ومن الورق المزور الكتير ده ان القبض كان شغال طول السنين اللي فاتت دي. طب هل هترفع قضيه؟ هل هترفع قضيه باسترداد يا عم الاموال دي؟ الحاج محمد رمضان مش هيحل. يعني هو خلاص حتى الاجور اللي كانت متاخده هترجع تاني. ما احنا مش هنسيب حاجة، هو أصلا عليه قضية في فلوس للوزارة قد كده المفروض ترجع. يعني مش عايز أفسر، هو ما فسرش المحامي لا يعني. خلاص 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 خلاص، اوكي، عشان ما نقولش حاجه بس خارج نطاق الخدمه. بس ما تنسوش بس، في بعض الابطال العالم كان ليهم المكافآت الكبيره بتاعتهم، وكان دايما يرد عليهم ويتقال لهم ان الوزاره ما دفعتش، او الشخص المنوط بيه ما صرحش بالشيك بتاعه، وكانت المبالغ حوالي 75,000 جنيه. ده على ذكر، انا مش عارف بس كان هيحق لي ان انا اقول اسمه ولا لا، بس هو بطل مصري عايش في امريكا وموجود اليومين دول في مصر، بس كان من غير ما تقول اسمه بقى. الوزارة أصلا واقفة أرصدة الاتحاد لأن ليها فلوس عندهم، عندنا المفروض إن في فلوس ترد وما استردتش من سنتين. لا بس هو بطل محقق بطولة عالم، ومن حقه كان يتصرف له الجائزة بتاعته. اتكلم على فلوس الوزارة ليها فلوس عند الاتحاد، رقم كبير قوي. المفروض كانت مرتبات للناس بقى، المدربين، للعيبة، لحكام، ايا كان بقى. انت قلت لي يا كيمو احنا هنطلع لايف دلوقتي، هاني محدش هيشوفنا، محدش، الناس تتفرج علينا. هو كيمو والناس مستمتعه والتعليقات موجوده، والناس قد ايه سعداء ما هم لسه بعهد جمال صاحيين، حسام دي. احنا ما نمناش. معلش معلش بص معلش. محمد علي بيقع برضه مننا. ايوه، خلاص يا كيمو انا بشكرك شكرا جزيلا يا كيمو. قد ايه اخيرا هنام، انا فرحان، اخيرا. انا فرحان. كيمو احنا رايحين هناك دلوقتي عشان لسه هناخد البرنت. انت قلبك جامد يا محمد وبالك طويل، انا مش قادر خلاص بالظبط. كيمو، معنى الحكم النهارده، هل ده يمنح او يدي الحق لاحمد عصمت صادق ان هو يبقى رئيس الاتحاد المصري في الانتخابات بالتزكيه؟ لا 50 50 يعني ايه 50 50؟ بموافقة 50% من أعضاء مجلس الإدارة و50% من الجمعية العمومية. يعني دي لائحة يا هاني، دي لائحة اللي تتبع اللجنة الأولمبية، لأن المفاجأة اللي لازم الناس تفهمها يا كيمو الأول إن الاتحاد غير قائم على لائحة داخلية، هو مستند على لائحة التابعة للجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية. هو محمد يشرح الكلام ده اكتر مني عشان انا مش فاهم حاجه. انا عايز انام. انت عايز تنام، انت عايز انت عايز تنام. ماشي، روح ابوس روح نفسي من خلاص، انا عفوت عنك، عفوت عنك، خلاص السلام عفوت عليكم. عنك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب هنخرج كيمو، وطبعا في ابطال من الابطال الجامدين موجودين معانا كمان. وكابتن انور سيف بندق موجود، وناس كتيره انا حابب ان انا اسمع منها. يا ريت الابطال اللي كانوا متواجدين، خلاص اطلع اكيد متواجد. طبعا عفوت عنك، راجل نجيب رئيس الاتحاد تحسين. نام عشان تكمل بعد، نام عشان تكمل عشان انت هتصحى ينفع تكمل. يلف على اللعيبه بس لا لا خلاص خلاص، عشان ما بوظناش اللايف بقى، ما بوظناش اللايف بالله عليك. خلاص ده كيمو ادخل نام يا سيبه كيمو بقى عشان عشان تصحى تنزلني لما تكمل. يا عشان نلحق لسه في قضيتين 3 10 جايين. سلام. يلا سلام يا كابتن. سلام. سيبه بالله عليك يا كابتن سامي، سيبه بالله عليك. انا عايز اللايف يفضل جميل يعني، لان هو ممكن يفتح في مينت. ده طيب احنا عايزين يا كابتن سامي، قبل ما حضرتك هتتفضل بالكلام، عايزين بس، انا شفت ان كابتن بندق معانا في اللايف وفي ناس كتيرة، يا ريت بس لو تبعتوا لنا بس ريكويست بعد اذنكم،
كابتن بندق، او تكتب بس اي تعليق بحيث ان انا اقدر ابعت لك اضافه. هو طبعا كابتن بندق لسه ماشي وسايق، فما اعرفش اعرف ابعت لك ولا لا. خلي الوصيل بعت على اللي. طيب هو الكابتن احمد عصمت صادق ظروفه ايه؟ كابتن عصمت يعني هو يعني بص كده مشغول والله، والله مشغول يعني مش عارف. لا ده اوكي. موبايل هيرس شحن، انا فاصل شحن، بقالنا 24 تقريبا، عديت ال 24 ساعه صاحي، وقبلها بيوم يعني دخلت في 48 ساعه. يعني مش عايز اقول لك، انا مش عايز اطلع عشان انا شايف وشي عامل ازاي، انا خلصان بس الحمد لله. طب هي في حاجه، في حاجه سريعه عايز اسالك عنها وبعد كده ممكن نبقى نتكلم. انا حتى غسلت وشي بس ماشي، بس ما بس ما تقوليش مشغول والجو ده على فكره. انا السكرتاري عندي والله العظيم يعني على اعلى كفاءه، فما تقلقش. بقول لك ايه يا كابتن بوندو، بيقول لك هو نسبه نجاحه بنسبه 50% و50% يعني. حاسس ان انا سمعت ثانويه عامه في لا. بص يا هاني، الاول صباح الفل عليكم. صباح الورد عليك يا كابتن بوندو. انا اللي نفسي فيه دلوقتي ننسى اللي حصل دلوقتي ونشتغل كلنا ميديا، نضغط عشان صوتنا يوصل، عشان ما يحصلش اي تلاعب في اي حاجه. ده اللي انا عايز اقوله، نفضل شغالين على ان احمد عصمت رئيس الاتحاد دلوقتي كده، فعليا احمد عصمت رئيس الاتحاد، مش عايزين اي تلاعب، يعتبر هو بالتزكيه رئيس الاتحاد، بس مش عايزين اي تلاعب من جوه. فاضل 5 ايام، لازم كلنا نفضل شغالين، سواء لعيبه جمهور كله يفضل شغال، ميديا ما نسكتش، ونقفل الصفحه دي ونبدا نركز في ال5 ايام كان احمد عصمت لسه بيرشح نفسه للاتحاد، كانه لسه ما شالش عادل من الاتحاد، لان احنا كلنا حافظين عادل فاهم كويس. و ما هو انا سالت، انا سالت يا كابتن بندق، انا سالت الاستاذ المحامي الفاضل بتاعنا، سالته قلت له هل يجوز ليه الطعن او يجوز ليه يعني تغيير الحكم او تاجيل الحكم او ايا كان، قال لي لا ده حكم واجب النفاذ وما ينفعش يحصل فيه اي طعن او استشكال، خلاص ده حكم واجب النفاذ. بس دلوقتي المعلومه اللي اتقالت لي من كابتن محمد سامي ان الكابتن احمد عصمت صادق ما ينفعش يبقى يعني خلاص كسبان بالتزكيه، لازم يتوافق عليه من 50% من اللجنه من الجمعيه العموميه و50% من رئاسه مجلس الاداره. فانا عايز اعرف بقى الحته دي ظروف احمد عصمت صادق فيها ايه؟ يعني هل انت دلوقتي عندك اجماع او عندك اعضاء هيأيدوك ويأيدوا نجاحك ولا؟ باذن الله. على ما اعتقد بعد ال بص يا هاني، بسم الله اللي كابتن احمد خده النهارده ده اي حد المفروض في ضهره. هقول لك على حاجه يا هاني، ان شاء الله ان شاء الله الحقيقه ربنا وكان لنا امر ان شاء الله. انا انت عارف طبعا انا مش من عادتي ان انا مش بحب اتكلم كتير، وانت عارف طبعا دايما اي وانا شو ريزلتس، فاهم؟ مش الكلام توك از تشيب، دايما انت بتحاول بقدر الامكان انك انت توصل نتائج بس، فمش هنقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. بندق اتكلم كلام صح جدا، احنا عندنا شغل كتير قوي 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 الفتره اللي جايه لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه، وعندنا شغل اكتر اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر. وكان ليا شرف ان انا اكون في المنصب ده، لان ده 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 تكليف مش تشريف. الموضوع كبير قوي، الموضوع صعب قوي، الموضوع مجهد جدا. يمكن الناس بتبص للموضوع من بره بشكل، لكن الحقيقه من جوه مؤلمه جدا. يعني الموضوع صعب 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 صعب، انت عاوز تعمل تغيير وناس متعشمه فيك وعندها امل انك تعمل حاجات كويسه كتير في وقت صغير، فانت عشان تقابل الكلام ده وتقدر تبقى على قد الكلام ده مش هيبقى الموضوع سهل، يعني مش هيبقى سهل، هيبذل مجهود. انت قلت لي هتبتدي تطلع لايفات معايا من بعد النطق بالحكم، فانا هسيبك تروح تنام، ولو قدرت تصحى النهارده احنا مش هننام دلوقتي، احنا عندنا حاجات نعملها دلوقتي. انا ماشي ثواني بس، طب اسمعني بس الاخر، اسمعني الاخر. انا هسيبك النهارده، بس عامه لو قدرت تروح تنام وتصحى فايق بالليل، عشان انا عندي طبعا كميه اسئله كتيره وعندي ملفات كتيره لازم افتحها معاك عشان نعرف احمد عصمت صادق يقدر هيفيدنا في ايه وهيقدر يعمل ايه. وفي ملفات على فكره
خطر جدا ان انت يعني انا عايز اتفرج انت هتعامل معاها ازاي. في ملفات خطر جدا جدا يعني عشان تبقى فاهم ان شاء الله. فانا عايز اعرف فكرك وهتعرف تعمل فيها ايه، وفي نفس الوقت عايز اطمن على النخبه الموجوده دلوقتي، هل هتعمل نفس السيستم بتاع الباشمهندس عادل فهيم ان هو هينفر الناس منه الكوادر، ولا هيقرب الناس الكوادر منه؟ لان هو كده كده احنا ودنيتنا ماشيه مش واقفه يعني، سواء في رئيس اتحاد بيساعدنا او ما بيساعدناش، احنا الحمد لله منطلقين مش محتاجين ده. بس اعتقد لو رئيس الاتحاد جمع الكوكبه الموجوده الله يفتح عليك، ده هدفي. انت العجله هنبقى زي كره الثلج، الموضوع هيكبر في باسرع ما يمكن. برافو عليك، هو ده اللي انا بدور عليه. انا بجمع مش بفرق، عاوز كلنا نبقى ايد واحده، ولو بقينا ايد واحده هنحط اللعبه في مكان تاني. اللعبه بدات تتحرك بالفعل، بس المجهودات يعني معلش ايد لوحدها مش هتسقف. انا كل الرجاله كل الناس ما عندناش اقصاء لحد، كل الناس هتبقى معانا. همد ايدينا لكل الناس الموجوده، هنوحد الصفوف، هنزيل الخلافات اللي كانت موجوده بامر الله رب العالمين. ده 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 تارجتي من اول يوم. وهنقعد كلنا على طاوله واحده وهنتكلم وهنحدد حاجات كتير. يعني انا مش عايز اسبق الاحداث، وانا قلت لك انا بحب اوري الناس نتائج، ما بحبش اوري الناس كلام، هو ده طبعي. وانت عارف الحته دي، يعني انا دايما كنت اقول لك طب اصبر هنا شويه لحد ما اعمل حاجه، دايما دي الحته فيها. وهتلاقي حتى بعدين ان شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، يعني مفيش حاجه جارانتي، مش حاجه مضمونه، كله بايد ربنا. اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدره هو اللي بيكون. فاذا ربنا قدر لي وكان لي نصيب ان شاء الله، انا اورش دايما. انا عايز اوري الناس نتائج، مش عايز اوريهم كلام. الكلام رخيص سهل، اي حد ممكن يقول انا ممكن اكسر الدنيا واطير واعمل واعمل واعمل. لا، انا دايما بقول ان الافعال هي احسن من 100 مره من 1000 كلمه. طب سؤال واجب الاجابه عليه دلوقتي، دي تخوفات وتكهنات مننا احنا. هو السؤال شقين، الشق الاول هل الدكتور عادل فهيم من وجهه نظرك يقدر يعمل اي حاجه ثاني لرجوع للمنصب او دخول الانتخابات؟ ده الشق الاول. اسمعني الشق الثاني. الشق الثاني في السؤال، هل يحق لاي حد في الفتره الزمنيه اللي هم الخمس ايام دول يسحب ملف تقديمه للانتخابات؟ لا، دي انا متاكد منها. لا طبعا. ملف الترشيحات اتقفل خلاص عليه وعلى الدكتور عادل. اي حد تاني؟ اوكي. او اي حد تاني ايا كان، مش حابب اقول اسماء يعني. تمام. بس اتقفلت علينا احنا الاثنين خلاص. وحتت الحاجات القانونيه انا دايما بسيبها لسياده المستشار محمد، انا ما بتدخلش فيها، هو عارف شغله اكتر مني. وعشان ما يطلعش على لساني اي تصريح انا ممكن ما اكونش دقيق فيه. صح. الشق القانوني ده عند المستشار محمد مش عندي. اما بالنسبه ان حد يترشح تاني فدي انا متاكد منها. لا طبعا. هنشوف اللائحه بتقول ايه وهنطبقها الفتره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين. ده بالنسبه للترشيح. ونسال ربنا التوفيق. والله والله مدين ايدينا لكل الناس، وما عندناش اقصاء لحد، ومش جايين نصفي حاجه. انا ما عنديش حاجه اصلا مع حد عشان اصفيها، ما عنديش خلافات الحمد لله. انا يعني راجل يعني ابن اللعبه وابا عن جد، والحمد لله يعني القريب والغريب عارف احمد عصمت. انا مش غريب على الناس ولا غريب على الاتحاد، حد بيتي انا اتربيت فيه، وعلاقتي اعتقد بمعظم الناس اللي موجوده في اللعبه الكوادر الكبيره اعتقد الحمد لله طيبه جدا، والناس كلهم بيأزروني كلهم في ظهري. ومش عايز اذكر اسماء في الوقت الحالي، بس لا. كل الكوادر الكبيره بتساعدني، كل الكوادر الكبيره في ظهري بلا استثناء، ولا اسسني احد، كلهم في ظهري، كلهم معايا، وربنا فوق كل الناس دي معايا الحمد لله. يا اقول لك ايه يا محسوس. الحمد لله، دعوه الام دي. ايوه طبعا طبعا طبعا، اهم حاجه بس دعوه الام تفضل مستجابه طول الوقت، وانت تلتزم بدعوه الام. ربنا يرضى عني، ربنا هيوصل لي الامور ان شاء الله. ربنا بالظبط، باذن واحد احد، باذن واحد احد. ويا رب يا رب كده، اذا ربنا اراد وانعم علينا بانتخابك وبقيت رئيس مجلس الاتحاد، نشوف بارقة امل بقى، ونشوف خير، ونشوف. انا والله نفسي، عارف يعني انا عارف حاسسها قوي. الناس كلها عشمانه فيك، الناس كلها عندها امل، الناس كلها مبسوطه، الناس فرحانه لك من قلبها بجد. انا لسه ما عملتش حاجه، انا ما عملتش اي حاجه لسه، بس عارف لما تحس ان يعني في بهجه، في سرور، في اللي يعرفك واللي ما يعرفكش فرحان. انا لسه ما بقتش رئيس اتحاد. طب ممكن 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 قدام الناس في اللايف ده
اطلب منك بقى طلبات هاني بنك الشخصيه، اربع طلبات. اتفضل. الطلب الاول عايز صاله حديد، صاله جيم باسم الاتحاد المصري، يكون لكل لاعبي الاتحاد المصري اللي هم المسجلين حضرتك عندك في الاتحاد ان هم لعيبه احرزوا ميداليات او ناشئين احرزوا ميداليات. ده الطلب الاول، اللي يبقى فيه جيم يبقى تابع للاتحاد المصري بتاعه. ده دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، طالب من حضرتك ان يكون عندك شخص معين باقامه كل الاوراق المطلوبه والمستوفيه واداره الازمه مع السفارات لسفر اي لاعب يكون متوجه لدوله غير جمهوريه مصر العربيه للمشاركه في البطوله. لازم يكون عندك مفوض يعرف يخلص مع السفارات. طالب من حضرتك طلب كمان ان يكون عندك شخص ما، مش انت، شخص ما يكون يتحدث يعني ثلاث لغات على الاقل، يقدر يبقى دايما موجود في كل بعثه، يتحدث الانجليزيه بطلاقه، ده رقم واحد، ويكون معاه اللغه العربيه ولغه كمان ثانيه، يعني لو ربنا انعمه بالالمانيه او الفرنسيه او الاسبانيه، يا ريت يكون شخص زي ده موجود جوه الاتحاد، لان ده هيفرق جامد جدا في البعثات والسفر عشان ما يحصلش اي مشاكل ويبقى فعلا باعت حد بالبعثه. الطلب الرابع، والله انا نسيته يا استاذ احمد عزت، والله صادق يعني كل شايف كل اللي انت بتقوله ده، وان شاء الله لما نقعد مع بعض بس يعني هنبتدي نفرح وهنبتدي نتكلم الكلام ده واكتر ان شاء الله رب العالمين. ودي طلبات مشروع، ده طلبات عاديه جدا ومشروع، وكده كده في اعاده هيكله من اول وجديد، وفي حاجات كتيره من اول وجديد، عايزين يعني نوصل للشكل المناسب اللي هو مكانتنا الطبيعيه. هو مش حاجه كبيره علينا، ده هو ده طبعا يعني هو ده وضعنا الطبيعي، بس كل الفكره ان احنا الموضوع كان يعني مش هنتكلم، انا خلينا احب اتكلم في الجزء اللي يخصني ان شاء الله رب العالمين. كل ده هيتغير من اول وجديد، واتمنى من ربنا بس التوفيق والسداد، ومش عايز اسبق الاحداث، خلينا نمشي خطوه خطوه. انا اوريدي البلان موجود، الخطه الاربع سنين ان شاء الله رب موجوده، بس صدقني انا مش هعرف اعمل كل ده، مش احمد عصمت اللي هيعمل ده عشان تبقوا فاهمين، ولا كل احمد عصمت من غير الناس اللي واقفه حواليه والناس اللي بتسنده دي. لا حضرتك هتبقى بس بتربط الخيوط كلها ببعض، وده هيحصل يعني لو ربطت الخيوط دي كلها ببعض خلص خلاص، كل ده اتعمل. انا بقول ده كله اتعمل، كل ده هيتعمل من الاخر، بس مش احمد عصمت اللي عامله. ولو قلت ان احمد عصمت هو التغيير وسبب التغيير، ابقى انا انسان يعني كذاب. ممكن تسمع الطلب الرابع؟ اتفضل. بالله عليك بالله عليك، بلاش 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 خالص خالص تماما الشلاليه، مش عايز يبقى ليك شله. ايدي مفتوحه للناس كلها، وما عنديش شله وما عنديش فيفرز. انا الناس اللي هتبقى معانا ان شاء الله رب العالمين، حيانا ربنا وكلنا عم، هم الناس الصحيحه في المكان الصح. ولا بالظبط صحيح، لان في ما انا قلت لك هيبقى في، مش عايز اقعد اتكلم على حاجه لسه بعيده. انا مش هتكلم لما ابقى قاعد على كرسي وابقى انا رئيس اتحاد واقول انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. انا ممكن اي حد ممكن قبل ما يبقى رئيس اتحاد يحط وعود ويقعد يتكلم كلام حلو، اي حد في انتخابات من قديم الازل انا هعمل وانا هسوي وانا وانا وانا. لا انا مش هعمل حاجه. الناس اللي حواليا واخواتي اللي في ظهري وابطال واولاد اللعبه هم اللي هيعملوا. احمد عصمت شخص واحد، المنظومه ايه اللي هتعمل؟ احنا عندنا هيبقى يعني الموضوع هيبقى فيه قرارات مركزيه، كل واحد متخصص في حته بيعمل شغله. احمد عصمت مش هيعمل كل حاجه لوحده، مش هيطير. لازم كل واحد مختص بحاجه وبيقوم بيها على اكمل وجه. الماركتنج ليه ناسه، الشغل السبونسر والسبونسر شيب والكلام ده ليه ناسه، وهي اللي متخصصه اللي شغاله فيه. الحته القانونيه الليجا اللي انت اتكلمت عليها، اكيد طبعا مش هسيب الناس تروح اوديهم السفاره وبعدين اقول لك اصل مش عارف ايه، اصل حصل ايه، اصل اكيد الكلام ده يعني احنا ندركه. يعني اتمنى من الله ان انا اكون يعني اقدر اعمل ده، ومش بقول لك تاني مش احمد عصمت لوحده، التيم ورك هو اللي هيعمل ده. احنا معاك ان شاء الله، احنا معاك ان شاء الله وداعمين ليك طول ما انت عندك سياسه التقريب مش التنفير. يعني وانس ان انت هتحس بكيانك احنا كلنا مفضلنا من حواليك. في حاجات مش هتقالها على اللايف، بس انت وانا عارفين كويس ان الحمد لله علاقتنا بكل الناس. بيج رامي دخل معانا في اللايف بيتفرج اهو، بيج رامي دخل، كبير وصل. بيج رامي دخل، عايز اقول لك السر اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا فيه
الانتعاشه اللي حاصله في كمال الاجسام في مصر مع احترام كل الناس، هو الايقونه بيج رامي، هو اللي عمل لنا اعاده احياء تاني لاحلامنا وامالنا. بيج رامي حطينا في حته تانية، ودايما بقول الجمله دي وهفضل اقولها طول العمر. بيج رامي احنا كلنا بنقول لك شكرا يا بيج رامي، بجد انت حطيتنا في حته تانية، انت اعدتنا الامل وخلتنا كلنا عندنا امل. ربنا يا رب يبارك فيك وفي عمرك، ودايما تبقى رافع رايه مصر، ودايما احنا هنفضل طول العمر فخورين بيك. انت عملت التاريخ، واي حاجه هتعملها بالنسبه لنا برضو هي يعني انت بتضيف في التاريخ وبتصعبها على اللي جاي بعدك طبعا. فبجد بجد على راسي كل اللي بتعمله لله ولمصر، انت هتفضل الايقونه بتاعت كمال اجسام يعني فوريفر خلاص. باذن الله باذن الله. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على المداخله اللطيفه دي، وطبعا عارف انتم ما نمتوش بقالكم يوم كامل. انا عايز اعرف واقع ال 22 ساعه عليك دول في عدم النوم، وكنت انت قاعد عارف لو انت قاعد بتستنى كل شويه كلمه او خبر او اي حاجه. انا كنت كلنا كنا تعبانين وبنموت، بس وانس يعني سمعنا الخبر عارف اللي هو ايه، حصل ريفريش. يعني انت كنت جوه ساعه الاصدار الحكم ولا كنت بره؟ لا ده انا كنت جوه بقى، لان هو نداني فانا كنت جوه. انا عايز اقول لك اول ما خدت الخبر تقريبا شبه ضغط في الاول، بقى لنا كتير مش واكلين، واحنا في حته ما فيهاش يعني صعب انك عشان تروح وتيجي وبتاع، الموضوع كان صعب شويه، صحرا يعني من الاخر، حتى ما فيش يعني حاجه تجيب منها كوفي ولا بتاع، مفيش حاجه خالص، الموضوع كان صعب. والرجاله يعني بجد على راسي كل اخواتي اللي كانوا في ظهري وموجودين معايا لاخر دقيقه، بجد انا مش عارف، مفيش كلام اقوله لهم يعني. بس طيب سؤال على سبيل الدعابه، وانت بترد على سبيل الدعابه، يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده لا يمت للقانون بصله، السؤال دعابي فقط، هل هتاخد كابتن رامي معاك في الاتحاد ولا هتقول له باي باي يا كوتش؟ يعني كابتن رامي فيهم بيج رامي مش محتاج يكون في مكان، البيج رامي هو المكان، البيج رامي بس احنا اللي كابتن رامي هياخدنا عنده مش احنا اللي أنا. يا نهار ابيض يعني ده مش عارف اقول لك ايه يعني، ما ينفعش احنا اللي نروح له، احنا اللي نبقى عنده، احنا اللي نبقى في ظهره، احنا اللي نسنده يعني لما كابتن بيج رامي يكسب بطوله، حضرتك هتطلع تشيد بانجازه، مش هتطلع تكسر في انجازه وتقول ان هو بيلعب بطوله غير شرعيه وكده، صح؟ هو تقريبا انا هبقى اول واحد في انتظاره مع احترامي لاي حد، راجل انا راجل مصري قبل ما اكون اي منصب، انا راجل مصري وده بطل كبير، وما مش من الطبيعي ولا من المعقول ان احنا ما نفخرش بيه، ده مستر اولمبيا، انت بتتكلم في ايه؟ لازم هو انا كنت اامل ان انا ادخل معانا مستر اولمبيا دلوقتي، بس هو طبعا مش موجود في جمهوريه مصر العربيه، الدوله اللي هو فيها الانترنت ما بيسمحش باللايفات، فللاسف مش عارف ادخله معانا. انا مبسوط ان هو موجود والله، يعني بجد ده يعني الكلام اللي انا بقوله ده قليل قوي عنه يعني. كنا نتمنى ان احنا نسمع منه بعض الكلمات على الحكم اللي صدر، وهو شايف وجهه نظره ماشيه ازاي، بس للاسف انا عارف او ما اعرفش لو عنده الVPN ده شغال ويقدر يطلع معانا لايف، نتمنى يكون عنده الفرصه دي. هو اضرب انا مش عارف. اوكي احنا طولنا معاك خلاص، هو كده كده انا مش هقفل، انا هكمل مع محمد سامي بقى، لسه هشوف عندي شق محمد سامي ده شق كبير جدا. احنا لسه انا ماشي بقى كلامك، هو ماشي عشان لازم نروح نجيب حاجه دلوقتي، هنتكلم احنا ماشيين. ماشي كابتن سامي حبيبي، انا عايز اسحب منك لقب كابتن وادي لك لقب جديد. ايه؟ المستشار القانوني. لا 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 لا، في مستشار موجود ما ينفعش. لا لا طبعا، هو ده، لا الراجل ده محامي بصفته و و و وشهاداته وكل حاجه، احنا بنقول لحضرتك بندي لك لقب مش اكتر بس يعني. ما اقدرش. قول لنا بقى الواقع كله عليك من بدايه ما بدا، اللي هو ال 22 ساعه اللي فاتوا، مش هنرجع لورا شويه بس احنا خلينا في الحته اللي احنا فيها. ال 22 ساعه اللي فاتوا ظروفهم ايه؟ اسف، ال 22 ساعه اللي فاتوا، اسف. الظروف اللي حصلت بالظبط، احنا كنا رايحين، انت اول ما بتروح الاول عشان الناس تبقى فاهمه، انت في رول اول ما بتدخل اللجنه بتشوف انت ترتيبك الكامل. كان في 12 قضية، احنا رقم 12.
كنا احنا انتوا اترحلتوا بقيتوا 12. احنا كنا اخر قضيه، انت ما بتعرفش ترتيبك غير لما بتروح الصبح. يعني انت بتلاقي الهيئه القضائيه، المستشارين اللي بيدوا الحكم هم اولا. لا الصوت قطع، الصوت فصل، الصوت فصل، الصوت صوت صوت صوت. طب لازم ارد ثاني؟ قال لك لازم ارد. طب اتفضل. طب احنا عايزين الناس اللي كانوا موجودين جوه الحدث، يا معلش ريت تبعتوا لنا ريبوستات لو تقدروا. اتفضل يا كابتن سامي، سامعينك. يعني معلش معلش كنت لازم ارد بس. اوكي اتفضل. الحقيقه طبعا انت اول ما بتروح بتلاقي الرول، بتشوف ترتيب القضيه بتاعتك، المستشارين اللي موجودين، واحد رئيس محكمه في اسكندريه وفي في القاهره من 3 محافظات مختلفين. الثلاثه اللي موجودين كلهم رؤساء محاكم. لا سامي قرب التليفون منك تاني معلش، انا اسف لان صوتك ابتدى يبقى بعيد، يا اما تعلي صوتك. الثلاثة ثلاث قضاة اللي موجودين كلهم بيكونوا رؤساء محاكم. يعني ما فيش حد مش مجرد ان هو مستشار بيكون موجود، لا. وما ينفعش اي حد يكون قاعد، او يكون لازم الناس كلها بتكون واقفة، وممنوع حد يقعد بطريقة غير لائقة يعني. وليها يعني رولز قوية شوية، ممنوع تصوير، يعني مش زي أي محكمة عادية. المحكمة الرياضية أنا واحد من الناس كنت فاهم إن الموضوع سهل وبسيط، طلع لأ الموضوع صعب. مفيش حاجة اسمها تصوير، أنت ممكن في أي محكمة أو في أي مكان بتلاقي فيه تصوير، المحكمة كان ممنوع تماما. طبعا طيب لحظة ال 22، كلمني عن ال 22 ساعة بس، عدوا ازاي؟ يعني انتوا فعلا كنتوا حاسين بايه من وجهة نظرك؟ كابتن سام طبعا احنا عمالين نعتذر للناس لان كل اللي بيحصل ده ما فيهوش اي ترتيب وما فيهوش اي حاجة. احنا طلعنا، انا صحيت من النوم فتحت عيني ولقيت الخبر على تليفوني. كيمو مكلمني وناس كتيره جدا مكلماني عشان يقولوا لي على الحكم اللي صادر. فانا عايز بس اقول للناس كلها معلش، في عدم بس ايه تخبط سريع، يعني عدم بس ادراك للموقف قد ايه من الفرحه. احنا كلنا طالعين ما فيش حد بيتعامل فينا يعني اللي هو 100%. سامحونا بالله عليكم في التاثير ده. طيب على العموم، لان انا اعتقد ان في بعض الحاجات المستشار محمد رمضان تقريبا او المحامي محمد رمضان بيقول للمحمد سامي في كلام ممكن ما يذكروش او ما يقولوش، فاحنا ممكن نقفل اللايف ده وبعد كده بالليل نقدر نطلع لايف على الساعه 8 بالليل، بحيث ان الناس كلها تبقى اتجمعت، لان طبعا دلوقتي في ناس تنزل تروح اشغالها، والناس اللي وصلت اشغالها، والناس اللي في المدارس والكليات والجامعات. بس احنا بنشكركم على المشاهدات اللي كانت موجوده معانا، الحمد لله احنا كنا وصلنا تقريبا ل 170 حد بيتفرج علينا صباحا واحنا مش مرتبين خالص. فبشكركم شكرا جزيلا لكل الناس اتفرجت، واقدر اقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومبروك العهد الجديد للاتحاد